لا، باسم يوسف مش تعرض ل... باسم يوسف تعرض لقيم ثابتة في المجتمع المصري. باسم يوسف تعرض لجيشنا، وعلى فكرة جيشنا ده مش حاجة بعيدة عننا، جيشنا ده حتة مننا، وجيشنا ده هو اللي حمانا. لا باسم يوسف ولا فلان ولا علان ولا حد، ده يعني أكبر شرف لينا إن اللي حمانا من المخطط الشيطاني لتمزيق مصر وتفتيتها كان رجل من الجيش الوطني المصري. من الفترة اللي هي أنا شايفة إن حالة الطوارئ ما هببتش أي حاجة غير إنها خلتنا في البيت الساعة 12 وقبل كده من الساعة 7، إنما كل اللي عايز يتجول ويضرب ويدخل الجامعة ويخرب بيعمل كده. أنا عايزة من غير قانون طوارئ، في قانون عادي جدا 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 يمكن إنك أنت تواجه بيه هذا الهلس يعني اللي بيحصل. حضرتك من رموز ثورة 25 يناير، هل ترين ثورة 30 يونيو حققت أهداف ثورة يناير أم لسه؟ لا، هو شوف، ثورة يونيو هي تكملة، لأن ثورة يناير اتسرقت علني. يعني إحنا كنا بنقول عيش حرية عدالة اجتماعية، كان راجل بيكلمنا في مين مسلم ومين كافر ومين شيعي ومين سني ومين قبطي ومين مسلم، يعني جاي معاه بذرة السرطان التفتيتية. فإحنا النهاردة طلعنا تاني عشان نقول لا، إحنا الشعب مش عايزين هذا النمط من الحكم، إحنا عايزين بلدنا تطلع تحلق. باسم يوسف، أنا عايزة أقول إن من أقبح مقاله أول أمس يعني إن مصر مغتصبة بقالها 60 سنة. يعني حضرته كان يتمنى إن الاحتلال البريطاني يدوم، وإن الملكية اللي كانت ممشيانا حافيين، على فكرة أنا بنت ناس غلابة، الشوباشي اسم جوزي، يعني أنا من الناس اللي استفادوا من ثورة يوليو واستفادوا من الحياة الكريمة اللي وفرتها لنا. مش هقول اللي قاله المستشار